استمرار النشاطات الإنسانية التي تقوم بها كتلة فتح البرلمانية التيار الإصلاحي برئاسة محمد دحلان. اليوم نحن في مستشفى الرنتيسي للأطفال، نقوم بزيارة أطفال مرضى السرطان لعمل ترفيه، لمحاولة دعمهم للإطلاع على أمورهم وما يحتاجونه. وهذه زيارة تعودنا على القيام بها كل عام في مثل هذه الأيام بعد يعني عيد الفطر أو في عيد الفطر. نأمل أن يكون هناك نتائج إيجابية. قبل ذلك وفرنا لهذا المستشفى أجهزة طبية. اليوم نحاول زيارة الأطفال والتخفيف عنهم، ومن ثم وضع يعني الأمور في نتائج مفيدة إن شاء الله للمستشفى. ونحاول كما تعرف أن نخفف عن عائلاتهم ونحاول الوصول لأفضل النتائج.